من نادي الاهلي ونادي الزمالك نروح بقى للكوره العالميه والهاشتاجز اللي انتشرت على تويتر. كان هاشتاج ميسي، وده بعد ما استمر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ان هو يسجل في الدوري الاسباني مع فريقه برشلونه للمباراه الخامسه ليه على التوالي. ميسي قدر ان هو يقود برشلونه لفوز صعب جدا على حساب فريق الافيس بنتيجه 2-1. برشلونه قدر ان هو يقلب تاخره بهدف للفوز بنتيجه 2-1 بفضل طبعا هدف ميسي الرائع واللي سجله من ضربه حره مباشره على طريقته الخاصة عشان يرفع ميسي رصيده ل 20 نقطة في صدارة هدف أو 20 هدف عفوا في صدارة هدافين الدوري الأسباني، وبكده يكون رفع برشلونة رصيده ل 57 نقطة في صدارة الليجا وبفرق 11 نقطة على أقرب منافس لأتلتيكو مدريد. تعالوا نشوف جمهور السوشيال ميديا تفاعل ازاي مع تألق ميسي، وهنبتدي مع حمزاوي اللي علق وقال ميسي ده ابتلاء من ربنا لكل فريق بيلعب برشلونه. كمان محمد كتب بجد وبدون مبالغه ميسي اكتر شخص فرحني في حياتي، الكائن الوحيد اللي وصلني لحاله من السلطانه ما ينفعش توصل لها، ما تحاولش تدخل في مناقشه مع حد على كونه اعظم لاعب في التاريخ، لانه لو عينه ما قدرتش ده فما فيش اي وسيله تانية تقدر تقنعه غير العلاج. وكمان عمر علق وقال هو انا عايز اكتب حاجه عن ميسي بس للاسف انا قلت كل حاجه جميله في الراجل ده. وكمان عنتر كتب ميسي لا يمكن يكون بني ادم طبيعي يمارس كره القدم، لا يمكن. وكمان عبده السعداوي نشر احصائيه وكتب ميسي وسواريز سجلوا في 5 مباريات متتاليه في الليجا وبكده اصبحوا هما اول ثنائي لفريق واحد يعملوا الرقم ده من موسم 31 او 1930 1931.